هذه الخلافات يمكن ذهب ضحيتها الأستاذ أثيل النجيفي كمذكرة قبض بحقه. اليوم مش قد أثر هذا الموضوع على خطابكم الانتخابي ومشاركتكم وفوزكم، وكيف تقرأ هذا الموضوع؟ هو واقعي نوعا ما مع احترامنا للقضاء؟ يعني بالتأكيد القضاء وإجراءات، ولكن القضاء يأخذ إجراءات القانونية اللي أمامه، ولكن سبب المشكلة اللي تمنع أثير النجيفي من وصول الموصل هي مسألة الأوقاف والخلاف على الأوقاف ورغبة الوقف الشيعي بسيطرة على مساجد وجوامع في الوقف السني في مدينة الموصل، وهذا هو كان سبب الخلاف اللي أدى إلى رفع قضية وحكم غيابي واستمرار الموضوع ومنع أثير النجيفي من الوصول إلى الموصل. هذه مسائل احنا نؤمن بأن القضاء يعني سيتجه نحو العدالة بالأخير، وإن طال الزمن فالحقوق يجب أن تبقى مصانة ومحفوظة، وعلى الجميع أن يتفهم هويات الآخرين وأن يتعامل معها بشكل صحيح. نحن لا نتجاوز على هوية أحد، ولا نقبل من أحد أن يتجاوز على هوية نينوى، وهذا ما نطمح إليه في المستقبل، احترام بعضنا البعض بمنطلقاتنا الفكرية ومنطلقاتنا العقائدية والتعامل مع طيب بعض بعقلية. هذا الملف سيتم يعني حل قضائيا بالآخر، لو أيضا مثل باقي الملفات البعض مثلا يتحدث عن تسويات سياسية تجري وبالتالي تسقط هذه الملفات القضائية؟ يعني احنا بالنسبة لنا طبعا يعني التسويات السياسية يعني ما أتوقع تتدخل في عمل القضاء، وإحنا نطمح للقضاء أنه يأخذ مجرى الصحيح. هذه مسائل الهدنة السياسية أو التهدئة السياسية ربما تحصل ما بين فترة وأخرى، وهذا كله يأتي بناء على المصالح الموجودة، وهذه المصالح هي اللي كل من يرى مصلحة قومه وأهله وكيف يتجه نحوه. فلهذا يعني إذا تحققت مصلحة لأهلنا وناسنا ورأى الطرف الآخر أنه وجودنا معاه أساسي، ربما نستطيع أن نزيد من أوراقنا التفاوضية فيما يخدم أهلنا.